مع الزميلة منى صليبة. منى يعطيك العافية. الله يعافيك جورج. ما الجديد بعد هذا اليوم الطويل من غارات المروحيات والقصف العنيف وبعد يوم على إخلاء المدنيين؟ في الواقع في هذه اللحظات هدوء حذر يشوب نهر البارد، نسمع بعض الاشتباكات الرشاشة في هذه الأثناء، ولكن ساعات النهار كانت حملت اشتباكات جد عنيفة أكان في المدفعية أو في الأسلحة الرشاشة، ولكن طبع هذا النهار الغارات بشكل عنيف. إذا كان هذا يوم الغارات بامتياز منذ ساعات الصباح الباكر، إذا قامت مروحيات بال 212 برمي الصواريخ من زنة 400 كيلوغرام، يعني لم تمر ساعة دون أن يطلق صاروخ. أود أشار إلى أن عدد من الصواريخ لم ينفجر، ولكن الذين أو الصواريخ التي انفجرت كانت استهدفت مباشرة الملاجئ الجد محصنة، وهي ثلاثة ملاجئ، ملجأ أبو عمار، ملجأ الشيخ علي، وملجأ الحوز. طبعا هناك عدد آخر من الملاجئ، ولكن هذه هي الملاجئ الثلاث الجد محصنة والتي يقبع فيها من تبقى من مسلحي فتح الإسلام. الاشتباكات كانت اشتدت أو عنفت منتصف ليل أمس، حيث شهدت ساعات الليل أيضا اشتباكات، أي بعد ما تم إخلاء المدنيين من النسوة والأطفال. حقق الجيش اللبناني أو حققت وحداته تقدم، كما قامت هذه الوحدات أيضا بتفجير بعض المباني التي كانت مفخخة وملغمة وهي بالقرب من الملاجئ التي ذكرت. إذا هذه وحدات الجيش التي تقدمت وهي تكمل وتتابع التقدم، ولكن في اشتباكات هذا اليوم سجل سقوط شهيدين في صفوف الجيش اللبناني وعدد من الجرحى. هذا ونعت أيضا قيادة الجيش شهيدين آخرين، ولكنهما توفيا متأثرين بجراحهما، يعني أصيبا بها في اليومين أو الثلاثة الماضية، وقد نعتهما إذا قيادة الجيش في ساعات هذا النهار. منى، ماذا حل بالنسوة والأطفال الذين أطلق سراحهم أمس؟ هل ما زالوا قيد التحقيق لدى مديرية المخابرات في الجيش؟ في الواقع النسوة والأطفال تم التحقيق معهم لساعات طويلة يوم أمس، تم إطلاق سراحهم قرابة الساعة 2 بعد منتصف الليل، وكان الشيخ محمد الحاج من رابطة علماء فلسطين يتابع عن كثب وعن قرب التحقيقات وبقي مع النسوة. عندما أطلق سراح هؤلاء باستثناء ثلاثة نسوة، عمل الشيخ محمد الحاج على أن يصار إلى توزيع على مخيمي البداوي وعين الحلوي، ولكن يبدو أنه كانت هناك معوقات إذ رفض أهالي المخيمين استقبال هؤلاء كون من عائلات فتح الإسلام مباشرة، ولكن جرى اتصالات مع مراجع فلسطينية وأخرى إسلامية وتم القبول بأن يلجأ هؤلاء إلى مخيمي البداوي وعين الحلوي. إشارة أيضا إلى أن مجموعة لا بأس بها توجهت إلى سوريا كون من خرج بالأمس من ثلاث جنسيات على الأقل، فلسطينية لبنانية وسورية، إذا من يحمل الجنسية السورية حسب ما علمت توجه ودخل الأراضي السورية. كان بقي ثلاث نسوة كما ذكرت قيد التحقيق، يبدو أنه يتم إخلاء سبيل تباعا. علمت أنه تم إخلاء سبيل امرأة وبقي اثنتان، هم النسوة الثلاث كانوا توجهوا بهم إلى بيروت ليصار إلى التحقيق معهم مع أكثر من طرف غير التحقيقات التي جرت على الأراضي ضمن المنطقة الشمالية. أما في إطار آخر يعني ضمن المبادرات، علمت من الشيخ محمد الحاج جورج في اتصال معه أنه تلقى أيضا اليوم اتصال من أحد قادة فتح الإسلام من بقيوا في داخل المخيم، وهو شكر رابطة علماء فلسطين على الاهتمام بعائلة عائلاتهم وللاطمئنان على مصير العائلات. سألته عما إذا كان هناك من مبادرة أخرى، قال أنه مبادرة إخلاء النسوة والأطفال قد تكون مشجعة ليصار إلى إخلاء الجرحى من مقاتلي فتح الإسلام، ويبلغ عدد هؤلاء قرابة 40 جريح هم يقبعون أيضا في داخل المخيم. هو لم يرد أن يؤكد هذا أنه هناك مبادرة، وقال نود القول أنها مبادرة أو بادرة إيجابية ونحن نعمل عليها. إذا ننتظر في الأيام المقبلة أن يكون هناك نوع من هذا القبيل، أي إخلاء لجرحى إذا ما تم الاتفاق طبعا مع الجيش اللبناني، جرحى مقاتلي فتح الإسلام. جورج، سؤال أخير منى، هل تأكدت عما إذا كانت زوجة شاكر العبسي من بين النسوة اللواتي خرجنا أمس من نهر البارد؟ نعم، في الواقع زوجة شاكر العبسي كانت إحدى النسوة، هي في الواقع إحدى من بقي يعني ليصار إلى التحقيق معه بشكل مكثف. جرى تحقيق معها هنا في مقر قيادة الجيش في منطقة الشمال، ومن ثم هي كانت إحدى السيدات الثلاث الذين توجهوا بهم إلى بيروت ليصار إلى التحقيق معهم مع مرجعيات أخرى في بيروت. حسب ما علمت أنها هي أيضا بقيت ضمن النسوة الذين بقيوا لساعات بعد الظهر يجري التحقيق معهم. أيضا علمت
أعلنت أن ابنة شاكر العدسي هي كانت أيضا ضمن من خرج بالأمس من النسوة والأطفال، وضمن التحقيقات قالت النسوة إذن أنه كان بداخل المخيم كهرباء، تيار كهربائي إذن متوفر ويمكن للمقاتلين، وأيضا كانت النسوة تشاهدن شاشات التلفزة في داخل الملاجئ المحصنة التي يقبع بها عناصر فتح الإسلام. جورج، منى صليبة من محيط مخيم نهر البارد، شكرا. إذن قيادة الجيش مديرية التوجيه نعت كلا من الرقيب الشهيد عصام أحمد المسلماني مواليد 1978 الجديدي بعلبك، والعريف الشهيد حسن إبراهيم بكير من مواليد 1981 مشت حمود عكار، اللذين استشهدا بتاريخ اليوم أثناء قيامهما بواجبهما العسكري في مخيم نهر البارد. من جهة أخرى شيعت